ومن القاهرة معنا الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن الإقليمي والدولي. دكتور أحمد، تحية طيبة لك. دكتور، تبعات توقف هذه الجولة من المفاوضات ما هي؟ أولا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني هو موقف متكرر، هذه الجولة التفاوضية تعتبر التاسعة، وعندما تقترب من الوصول إلى قرار نهائي أو مرحلة التنفيذ، كالعادة إسرائيل بتلقي بورقة جديدة أو بأفكار جديدة أو بمطالب جديدة تعرقل تنفيذها بشكل آخر بالتوازي مع تنفيذ عمليات عسكرية. ولكن هذه المرة الواقع في كافة المراحل، الواقع الإقليمي والدولي مختلف، هناك خلاف أمريكي إسرائيلي يعني طفى إلى العلن، إسرائيل باشرت عملياتها في رفح رغم كل التحذيرات. سيدتي الفاضلة، إسرائيل لن تخرج برا العباءة أو الحضانة الأمريكية. إن كان هناك نقطة خلاف فرعية فده يعني لا نغفل أن أو لا يؤثر على مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأمن إسرائيل هو رقم أساسي في السياسة الخارجية الأمريكية، وله أبعاد تاريخية وديمغرافية وتأثيرات في الانتخابات وأبعاد كثيرة. فإذا كان هناك بيستعرض بفكرة تجميد بعض الصفقات أو بعض توريد الأسلحة، إسرائيل لديها ترسانة أسلحة قوية جدا أساسها الولايات المتحدة الأمريكية. ولا نغفل أن هناك فرق كبير في الإمكانيات القتالية بين أطراف الصراع، سواء حماس وقوى المعارضة وإسرائيل، فهي قادرة على الاستمرار في الحرب وإن تخلت عنها لحظيا. وأنا لا أتوقع ذلك، سيتم التراجع عن هذا القرار أو هذه التصريحات. ستتعامل إسرائيل مع الموقف، ومن الممكن أن توسع دائرة الصراع باستهداف وحدات إيرانية أو أهداف إيرانية على الأراضي السورية أو العراقية أو خلافه، تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية الدخول في المشهد. لأن عندما تدخل إسرائيل في أي صراع عسكري خارج داخل فلسطين أو خارج فلسطين، يعني هناك التزام كامل من الولايات المتحدة الأمريكية بالدخول في المشهد نيابة عن إسرائيل أو الدفاع عن إسرائيل، فهذا شيء ثابت يعني في السياسة. ولكن الأمريكية هذا الأمر سيكون له تداعيات إقليمية أيضا. طبعا بطبيعة الحال سيكون لها تداعيات إقليمية إذا تمادت إسرائيل وإصرارها على تنفيذ مخططها بالوصول لآخر نقطة في رفح، وهذا الأداء المستمر والرهان على الوقت ونفاذ الوقت للوصول إلى فكرة يعني مسح هذه المنطقة المربع الأخير من وجهة نظرها في العمليات العسكرية، رهان أنها يعني تحدث أي نجاحات سواء بتحرير أسرى أو استهداف يعني القيادات الحمسوية أو خلافه. هناك وجهتي نظر يا دكتور، هناك وجهة نظر تقول بأنه بالفعل يمكن لإسرائيل الدخول إلى رفح والقضاء على آخر أربع فصائل موجودة تابعة لحماس، وهناك من يقول أن دخولها إلى رفح لن يؤدي إلى أي نتيجة، والدليل أن حماس أصلا ما تزال تنشط حتى في شمال غزة. إذا كان يعني ده دليل أولا أن إسرائيل ليس لديها معلومات مدققة عن أماكن المقاومة وعناصرها سواء تحت الأرض أو فوق الأرض، إذا كانت وجدتها وكانت موجودة بشكل كبير كانت استهدفتها قبل العملية ووفرت فكرة سخط المجتمع الدولي كله أو خلافها مع الولايات المتحدة الأمريكية. فهي تدخل لأنها لا تجد معلومات حقيقية أو مؤكدة وتعتمد على مسح الأرض بشكل مباشر لتوفير هذه المعلومات والتحرك ميدانيا بشكل أوسع. ونأتي إلى رمزية رفعها العلم، هذا أداء هستيري، هي فكرة أن أنا قادرة على الوصول لآخر نقطة، ولكن إذا كانت يعني لديها معلومات مدققة كانت استهدفتها. لماذا إسرائيل فشلت وتفشل استخباراتيا في غزة وتنجح حتى الآن في لبنان وسوريا؟ هي تنفذ عمليات دقيقة جدا في لبنان وسوريا ولكنها تفشل في غزة، لماذا؟ هل لأنه بالفعل فشل استخباراتي أم لأنها تريد القضاء على غزة وأهلها ليس فقط على حماس؟
الجانبين، يعني من 7 أكتوبر ما حدث لابد أن نعترف ويعترفوا وسيعترفوا بهذا الموضوع أن هذا خطأ وكارثة استخباراتية وفشل استخباراتي من المقام الأول، لأن المعلومات الاستخباراتية المسبقة بيتوقف عليها تحركات الجيش، فالجيش سيلقوا بتداعياته على الاتجاهات الاستراتيجية الاستخباراتية، إنما هم تجاوزوا فكرة رد الفعل واستغلوا هذا الحدث استغلال لأقصى درجة لتنفيذ مخطط كان على الأوراق قبل ذلك، ولكن حفزهم هذا الأداء واستغلوه لتنفيذ مخطط أوسع بتقسيم القطاع غزة طبقا لأهوائهم، وطبقا دي كانتونات أمنية سيتم السيطرة عليها أمنيا بشكل أو آخر بشبه القطاع الضفة الغربية، ولكن بإجراءات أكثر تشددا تضمن عدم خروج سماح حركة حماس بشكل آخر على الصعيد الأمني على الأقل. فهذا الأداء وفكرة التجريف وفكرة تغيير الأرض ديموغرافيا وجغرافيا بيؤكد حرصهم على استغلال هذا الوضع لتنفيذ مخطط كبير. وضحت دكتور، ما الذي بقي بيد حماس الآن عسكريا وأيضا من أوراق للتفاوض عليها؟ اولا حماس هذا ندخل على الشهر الثامن، هي يعني في ظل الامكانياتها المتاحه هي يعني هناك اسطوره في الصمود، يعني ده هذا الاداء غير طبيعي بصراحه في هذه المساحه ومع عدو شرس بهذا الشكل. كل ما اخشى ان يعني قدرتها على الصمود مع غلق كافه منافذ الامداد وحاله التضييق ستفرض في الاخر من وجهه نظري بعض التنازلات في الاتفاقات السياسية على طاولة المفاوضات، وأنا أعتقد أن هذا يعني الوقت المهم جدا للضغط الإقليمي بشكل عام واستدعاء دور الولايات المتحدة الأمريكية لفعلا الوقوف عن وقف الحرب في هذه المرحلة واستعادة الشكل الطبيعي يعني إنهاء الحرب بشكل أساسي وحقيقي والانتقال لمرحلة ما بعد الحرب. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة الدكتور أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن الإقليمي والدولي.